السلام عليكم من ساحة الشرف وساحة الاعتصام، باقين ومستمرين. لو مو تنطر لو شي يصير فينا خير يصير، لان انتو اذيتونا 17 سنة صار، فباقين صابرين الى ان نزيح على الاحزاب واعضاء البرلمان. الوادم كتلها الظلم والحار والجوع كاتلها. اذكروا من راحة الوادم تنتخبكم بالمدارس رغم درجة الحرارة 52 و51 وتروح الوادم خطية، الدشاديش مطقعة عليها من الحر وبالتربان وتروح الوادم تنتخبكم. شوف ايش راح يسوون بيكم هالوادم، باقي نفس هالوادم جاي يقول لكم من ريدكم. هاي انتم من حلفتوا بالدستور وحلفتوا بالقرآن، عايشين من القرآن حلفتوا بيه. شو حلفتوا؟ حلفتوا بجدول الظروف، حلفتوا بالقرآن. لك عمة حرامية ما حد يلدكم، طلعت الوادم ضدكم، انتم حرامية. وقت العراق نهبت العراق، لو مو برد باقي الوادم مستمرة. فلتسقط الأحزاب، فلتسقط الأحزاب، فلتسقط الأحزاب، فلتسقط الأحزاب. ها رسالتنا للبرلمان الفاسد. الله يحفظكم، الله يحفظكم.